السلام عليكم. اليوم محاضرتنا بعنوان لابلاس ترانسفورم. طبعا انتم تعرفتوا على لابلاس ترانسفورم بالمرحلة الثانية بمادة المعادلات التفاضلية الاعتيادية. بوقت تعرفتوا على بعض الأساسيات اللي تخص لابلاس ترانسفورم، وتعلمتوا شلون تحلون معادلة تفاضلية اعتيادية باستخدام تحويلات لابلاس. بهاي المادة أيضا راح نتعلم شلون نحل معادلة تفاضلية جزئية باستخدام لابلاس ترانسفورم، بس قبلها راح نراجع شوية الأساسيات اللي تخص لابلاس. لابلاس هو عبارة عن حالة خاصة من التحويلات التكاملية. التحويلات التكاملية معادلتها تكون بهذا الشكل: جي او في الاس يساوي لي تكامل من اي الى بي كي او في الاس والاكس في اف او في الاكس دي اكس. بما انه هو حالة خاصة فراح يكون الكيرنل فدالة معينة وتكون حدود التكامل فتقيم ثابتة. الكيرنل بلابلاس ترانسفورم راح يكون اكسبونيشال ناقص اس اكس، وحدود التكامل من الصفر للانفينيتي، فبالتالي راح يكون قانون لابلاس ترانسفورم هو بهذا الشكل. طبعا نرمز له بهذا الرمز، راح يساوي لي تكامل من صفر الى انفينيتي اكسبونيشال ناقص اس تي في اف او في تي دي تي. طبعا اف او في تي هي الداله اللي انا اريد احولها باستخدام تحويل لابلاس. حناخذ مثال حنطبق هذا القانون، او حنعرف شلون عن طريق هذا القانون نحول الدوال باستخدام تحويل لابلاس. example find لابلاس ترانسفورم for each of، اولا اف اوف تي يساوي لي تي، ثانيا اف اوف تي يساوي لي ساين تي، وثالثا اف اوف تي يساوي لي تي من تي اكبر او يساوي لي صفر اقل او يساوي لي واحد، واثنين ناقص تي من تي اكبر من الواحد اقل او يساوي لي اثنين، والصفر من تي اكبر من الاثنين. نجي نحل اولا. اولا اف اوف تي يساوي لي تي، طبعا هستخدم القانون مال لابلاس اللي هو لابلاس اف اوف تي، هذا لابلاس اف اوف تي يساوي لي تكامل من صفر الى انفينيتي اي تو ذا ناقص اس تي في اف اوف تي دي تي. بما انه انا عندي الداله هي تي فحعوض بدال كل اف اوف تي يساوي لي تي، قصدي تي، فلابلاس للتي راح يكون يساوي لي تكامل من صفر الى انفينيتي اي تو ذا ناقص اس تي في تي دي تي. هذا النوع من التكامل راح احله بطريقه اسمها تابيولر انتجريشن. هاي الطريقه شو كنت نستخدمها؟ نستخدمها من عندنا حاصل ضرب دالتين، واحدة من الدوال تكون بولينوميال أي متعددة حدود. إذا عندي حاصل ضرب دالتين واحدة من الدوال بولينوميال متعددة حدود راح استخدم هاي الطريقة. هاي الطريقة شو تقول؟ تقول أنه البولينوميال راح أخذها وأشتقها إلى أن تصفر، والدالة الثانية اللي مضروبها المضروبة بها المتعددة الحدود راح أكاملها بعدد مرات الاشتقاق. فحاجي اشتقيت التي، اشتقيتها مرتين صفرت، راح اكامل الجي او في الاكس اللي هي الاكسبونيشال، راح اكاملها بعدد مرات الاشتقاق. راح يكون الطريقه انه اضرب التي في ناقص 1 على اس اي تو ذا ناقص اس تي ناقص 1 في 1 على اس تربيع في اكسبونيشال ناقص اس تي، راح يكون بهذا الشكل، والحدود من الصفر الى انفينيتي. بعد ما اعوض حدود التكامل اللي هي الصفر والانفينيتي راح اوصل الى نتيجه انه ويا بعض التبسيطات راح يصير لابلاس التي هي 1 على اس تربيع. اجي على ثانيا اللي هي اف اوف تي يساوي لي ساين تي، هم حعوض بدال كل اف اوف تي ساين تي، راح يكون لابلاس ساين تي يساوي لي تكامل من صفر الى انفينيتي اي تو ذا ناقص اس تي في ساين تي دي تي. هاي هذا النوع من التكامل راح احله بطريقه الانتجريشن باي بارت اي التكامل بالتجزئه، اللي هي اذا ما تتذكروها اللي هي يو دي في، انه اخذ وحده من الدوال هي يو والثانيه دي في، اليو اشتقها والدي في اكاملها. راح اخذ اليو اللي هي اي تو ذا ناقص اس تي واشتقها دي يو، راح تصير ناقص اس اي تو ذا اس اي تو ذا ناقص اس تي، والدي في اللي هي الداله الثانيه اللي حكاملها اللي هي ساين تي واكاملها تصير ناقص كوساين تي. راح اجي استخدم قانون انتجريشن باي بارت اللي هو اليو في ناقص تكامل في دي يو، اعوض مع طبعا مع حدود التكامل هي صفر والانفينيتي ناقص تكامل في دي يو اللي هي اس اي تو ذا ناقص اس تي في كوساين تي دي تي. اجي هنا اعوض حدود التكامل، بس هنا ايش راح اشوف بهذا التكامل؟ هو اذا بغير امثله ممكن هنا راسا ينحل التكامل، بس هنا رجعت لي نفس المشكله. فايش راح اسوي؟ راح اخذ هذا التكامل اسميه ال1 ومرت اللخ اكامله باستخدام يو دي في. راح اجي همين اخذ الاكسبونيشال اي تو ذا ناقص اس تي واشتقها اللي هي ناقص اس اي تو ذا ناقص اس تي، والدي في اجي اخذها كوساين تي واكاملها تصير ساين تي. اجي اعوض نفس القانون اللي هو اليو في ناقص تكامل في دي يو. هنا الاحظ يرجع لي نفس التكامل الاصلي، نفس اللي هو الابلاس ساين تي. فهنا لحد هنا اوقف، لان هنا اكتشفت انه انا ايش قد ما ارجع اكامل راح ترجع لي نفس المشكله، يعني باعتبار صار التكامل يصير بيريود، لان هي دوال يعني دوال الدائريه الساين والكوساين هي بيريود فانكشن. ف
فراح ارجع اعوضها باعتبار اعتبره هذا ناتج، فحاجي اعوضها. ايش راح يصير؟ انا عندي لابلاس ساينتي هو هذا التكامل، هذا ايش طلعت ناتجه؟ هو 1 ناقص اس تربيع، طبعا بالتعويض راح يصير 1 ناقص اس تربيع تكامل من 0 الى انفينيتي جذر ناقص اس تي في ساينتي دي تي. هنا انا عاملها معامله المعادله، انه المعادله انه اخلي المتغيرات بجهه والارقام بجهه. زين، فحاجي اخذ التكامل اخليه ماخوه باعتبار التكامل بجهه والارقام بجهه. فالتكامل راح يصير تكامل من الصفر الى انفينيتي دو ناقص اس تي في ساين تي دي تي زائد اس تربيع تكامل يساوي لي 1. هنا أنا اجي اطلع التكامل عامل مشترك، لان انا اريد قيمه التكامل اللي هو نفسه لابلاس ساين تي. زين، فحيصير 1 زائد اس تربيع بالتكامل يساوي لي 1، فبالتالي راح يصير التكامل اللي هو نفسه لابلاس ساين تي هو 1 على اس تربيع زائد 1، يعني لابلاس ساين تي هو 1 على اس تربيع زائد 1. اجي اكامل او اجي احول الدالة الثالثة باستخدام تحويلات لابلاس. الدالة الثالثة هي دالة متقسمة الى 3 اجزاء، تكون تي من تي اكبر او يساوي لي 0 اقل او يساوي لي 1، تكون 2 ناقص تي من تي اكبر من 1 اقل او يساوي لي 2، وتكون 0 من تي اكبر من 2. تتذكرون احنا كنا من عندنا دالة متقسمة بالتكامل كنا نقسم التكامل على حسب الحدود اللي هي متقسمة بيها، على حسب الحدود مال الدومين اللي متقسمة بيها التي او الاكس. هنا راح نقسم، راح يصير يتقسم التكامل، راح يصير من الصفر للواحد من الدالة تكون تي، ويكون من الواحد للاثنين من الدالة تكون اثنين ناقص تي، ويكون صفر، ويكون من الاثنين للإنفينيتي العفو من تكون الدالة صفر. تعرفون هنا تكامل الصفر صفر. هنا راح تكون هاي بولينوميال مضروبة بدالة ثانية، فهنا حستخدم التابيولر انتجريشن. هنا بالتكامل الثاني هم حستخدم نفس الطريقة اللي هي طريقة الجدول تابيولر انتجريشن اللي استخدمتها بالنقطة الأولى، فأوصل لهاي النتيجة زائد هاي النتيجة زائد الصفر، أعوض حدود التكامل. ورا ما أعوضها مع بعض التبسيطات واحدة في الحدود المتشابهة واجمع الحدود المتشابهة، راح أوصل إلى نتيجة أنه لابلاس ديش الدالة هي 1 على S تربيع في 1 ناقص 2 E to the ناقص S زائد E to the ناقص 2 S. نجي إلى الثيورم. هاي الثيورم راح تسهل لي التحويلات التكاملية، تحويلات لابلاس قصدي. بدل ما استخدم التعريف راح استخدم هاي النظرية ورأسا اطلع الناتج. هسه تشوفون بالمثال اللي ورا شو راح استخدمها بطريقة سهلة، يعني التحويل لابلاس يصير اسهل بدل ما استخدم التعريف واكامل واسوي هاي كل هالاشياء، رأسا باستخدام هاي النظرية رأسا حيطلع اطلع الناتج. زين، دي يقولكم هنا اولا لابلاس الواحد هو 1 على اس. هنا مو بس لابلاس الواحد، يقصد لابلاس الكي، لابلاس اي كونستانت اي رقم هو حيكون K على S، يعني إذا لابلاس الاثنين رح يصير 2 على S، لابلاس الثلاثة 3 على S وهكذا. لابلاس الإكسبونيشال e to the at رح يكون 1 على S ناقص A، طبعا هاي الـ A تكون أي رقم، يعني إذا عندكم الـ A مثلا 2 رح يصير e to the 2 t هو لابلاس مالته هو 1 ناقص S ناقص 2 وهكذا. لابلاس ساين الـ AT هو A على S تربيع زائد A تربيع، لابلاس كوساين الـ AT هو S على S تربيع زائد A تربيع، لابلاس السينش هو اي على اس تربيع ناقص اي تربيع، ولابلاس الكوش هو اس على اس تربيع ناقص اي تربيع، لابلاس التي ان هو جاما ان زائد 1 على اس اس ان زائد 1. طبعا هاي القيم لازم تحفظوها، يعني هاي كلش مطلوبه او كلش حتفيدكم بالحل. زين، اكزامبل راح نطبق هاي النظريه. فايند ذا لابلاس ترانسفورم فور ايتش اوف اف اوف تي يساوي 3 تي تربيع زائد 6 اي تو ذا ناقص اي تو ذا ناقص 2 تي زائد ساين 2 تي. خلينا نجي نحل اولا. اخذ اللابلاس للطرفين، اخذت اللابلاس، اللابلاس يتوزع على الجمع طبعا، راح يصير لابلاس 3 تي تربيع زائد لابلاس 6 اي تو ذا ناقص 2 تي زائد لابلاس ساين 2 تي. اعتبر هنا هذا الثلاثة كونستانت فيطلع برا، فحيصير 3 لابلاس تي تربيع زائد الستة هم كونستانت فحيصير برا، فحيصير 6 لابلاس اي تو ذا ناقص 2 تي زائد لابلاس ساين 2 تي. زين، لابلاس تي اس 2 هي نفسها لابلاس تي اس ان اللي هي هاي، حطبق القانون اللي هو جاما ان زائد 1 على اس اس ان زائد 2، بما انه الان 2 فحصير جاما 2 زائد 2 زائد 1 على اس تكعيب زائد ال 6. لابلاس الاي تو ذا ناقص 2 تي هو 1 على اس زائد 2، وزائد لابلاس ساين 2 تي هو 4 على اس تربيع زائد 4 طبعا باستخدام النظريه. زين، هنا جاما لثلاثة هو 2 فكتوريال، 2 فكتوريال هي 2، ف 2 في 3 حصير 6 على S تكعيب زائد 6 في 1 هي 6 على S زائد 2 زائد 4 على S تربيع زائد 4، فبالتالي راح يكون الناتج بهذا الشكل. ف
ثانيا هو اف اوف تي يساوي لكوساين تربيع تي. زين انا بالنظري ايش عندي؟ عندي كوساين، ما عندي كوساين تربيع، فححاول ابسط يعني كوساين تربيع اطلع قانونه او استخدم هي قوانين الكوساين كوساين تربيع اللي ماخذتها اني بالكالكولاس بصف اول كليه. لابلاس اف اوف تي هي لابلاس كوساين تربيع تي، كوساين تربيع تي هو نفسه 1 زائد كوساين 2 تي على 2. هنا انا اجي اطلع للنص عامل المشترك وادخل اللابلاس على الجمع، راح يصير لابلاس الواحد زائد لابلاس كوساين 2 تي. لابلاس الواحد هو 1 على اس، لابلاس كوساين 2 تي هو اس على اس تربيع زائد 4. راح اجي هنا أنا اوحد مقامات، مجرد بس اوحد مقامات اطلع الاثنين وراح عامل مشترك احذف الاثنين راح اوصل لهاي النتيجه، يعني مجرد بس تبسيطات لا اكثر ولا اقل. زين اجي الى ثالثا، ثالثا يقول اف اوف تي يساوي لساين 2 تي كوساين 3 تي. انا ما عندي بالنظريه حاصل ضرب دالتين، يعني اطلع لابلاس مال ساين في كوساين، عندي ساين وعندي ساين وحده وكوساين وحده، فححاول ححاول همين اني باستخدام قوانين اللي ماخذتها بالكالكولس ححاول ابسط او القلق اني باستخدام القوانين ححاول ابسط او اغير صيغته. انا عندي بالكالكولس واحده من القوانين يقول لي ساين الاي كوساين البي هو يساوي لي نصف ساين اي ناقص بي زائد ساين اي زائد بي. زين باستخدام هذا القانون راح اعتبر الاي هي 2 تي والبي هي 3 تي، فحيكون بهذا الشكل. اجي اطبقه اللي هو نصف ساين 2 تي ناقص 3 تي زائد ساين 2 تي زائد 3 تي، 2 تي ناقص 3 تي هو ناقص تي، و2 تي زائد 3 تي هو 5 تي. انا اعرف الساين هي داله فرديه فحيطلع السالب برا، فحيصير نصف ناقص ساين تي زائد ساين 5 تي. هسه اجي ادخل اللابلاس على الطرفين، ادخل اللابلاس طبعا على الجمع، انا اعرف هو لابلاس ساين تي هو 1 على اس تربيع زائد 1 بما انه اكو ناقص برا فحخلي الناقص، ولابلاس 5 تي هو 5 على اس تربيع زائد 25 والنصف ينزل. بكل بساطه انا مجرد بس بسطت واستخدمت الثيورم ووزعت اللابلاس واستخدمت الثيورم وطلعت الناتج، يعني اسهل من استخدام التعريف. زين هنا هسه هذا المثال، هذا المثال هو مطيكم داله متحوله باستخدام لابلاس، يريدكم تاخذون لابلاس انفيرس ترجعوها الى اصلها، ترجعوها هي شنو هي، كانت داله اسيه، داله اكسبونينشال، كانت داله دائريه وهكذا. راح اجي اقول لكم اكزامبل، فايند ذا انفيرس لابلاس ترانسفورم فور ايتش اوف. اولا لابلاس انفيرس لاس زائد 3 على اس تربيع زائد 4، اجي احله. اني هذا اس زائد 3 على اس تربيع زائد 4 يعني شفته شويه يعني لازم يتبسط، يتبسط يلا اقدر احله او يلا اقدر اخذ اللابلاس انفيرس عمود ارجعه، لان انا ما عندي هيك صيغه. فحجي اول شيء اوزع البسط على اجزئ البسط على المقام، جزئت البسط على المقام، هنا صار لي اسهل لانه هاني عندي اباوع الاس على اس تربيع زائد 4 يشبه لي قانون الكوساين، و3 على اس تربيع زائد 4 هم يشبه قانون الساين. زين راح اجي هنا اوزع ادخل اللابلاس انفيرس، لابلاس انفيرس للاس على اس تربيع زائد 4 انا اعرفه هو كوساين 2 تي. زين الثلاثة اعتبرها كونستانت اطلعها برا، شو يبقى؟ يبقى لابلاس انفيرس لواحد على اس تربيع زائد 4. زين انا شو احتاج؟ انا لازم من عندي هذا يشبه قانون الساين، بس الساين لازم عندي فوق 2، فش راح اسوي؟ راح اضرب واقسم على 2، قسمت على 2 وضربت في 2 فش صارت؟ من ضرب في من ضربت في 2 صار ساين 2 تي، وقسمت على 2 طلعتها برا فصارت 3 على 2 ساين 2 تي. اجي على ثانيا، ثانيا تقول لابلاس انفيرس لي 1 على اس في اس زائد 2. اجي هنا هنا هم شفتها شويه هم شويه صعبه، ما عندي هيك شيء، فش راح اسوي؟ راح اقول الواحد هي منين جايه؟ جايه من واحد من نص ناقص نص. هسه راح اجي ارجعها باعتبار الاصل هم، راح اجي يعني مجرد يعني حيل رياضيه هاي نسميها، فحصير نصف على اس ناقص نصف على اس زائد 2. راح اجي هنا اطلع النص عامل المشترك فيصير لابلاس انفيرس للواحد على اس، لابلاس انفيرس للواحد على اس هو 1 ناقص النصف هم اطلعها يصير لابلاس انفيرس للواحد على اس زائد 2، هذا منو؟ هذا اكسبونينشال ناقص 2 تي، هنا صارت نص لان هو نصف في 1 نص ناقص نصف اي تو ذا ناقص 2 تي، مجرد بس اطلع النص عامل مشترك فيصير نصف في 1 ناقص اي تو ذا ناقص 2 تي. زين ثالثا لابلاس انفيرس ل 3 اس زائد 1 على اس ناقص 1 في اس تربيع زائد 1، هذه شويه يعني هم شفتها صعبه فلازم ايضا تتبسط. هنا هاي تذكرني بطريقه البارشال فراكشن اللي اخذناها طرق من طرق التكامل، تذكرون partial fraction كانت كنا ناخذ اذا عندنا المقام جذور
جذور لمعادلة، فكنا نسويها بالبارشال فراكشن، نساويها، نساوي مثلا A على S ناقص 1 ناخذ الجذر الأول، وإذا هو تربيع يصير B على S ناقص 1 الكل تربيع، وإذا عندنا S تربيع زائد 1 حيكون BS زائد C على S تربيع زائد 1، فحيكون بهذا الشكل، إنه A على الجذر الأول زائد إذا المقام B تربيع فحيصير BS زائد C على S تربيع زائد 1. شو راح أسوي؟ راح أوحد المقامات بهذا الجزء الثاني، وحدت المقامات، من أوحد المقامات راح أحذف المقام ويا المقام، زين حيتساوى الطرفين. هنا شو راح أسوي؟ راح أفرض قيم X بعدد قيم المجاهيل، يعني أنا عندي المجاهيل شقد A و B و C، ثلاث مجاهيل، فحستخدم فحفرض ثلاث قيم للS، إذا عندي مجهولين أفرض قيمتين للS، إذا عندي مجهول أفرض قيمة للX، يعني بعدد المجاهيل أفرض قيم للX. مرة حاخذ الS عمود أطلع قيم الA والB والC، أفرض مرة الS واحد، مرة الS ناقص واحد، مرة الS صفر. فأخذت هالS واحد طلع لي الA اثنين، أخذت الS ناقص واحد طلع لي فد معادلة اللي هي B ناقص C يساوي ناقص ثلاثة، فرضت الS صفر طلع لي قيمة الC، أجي أعوضها يطلع لي قيمة الB اللي هي ناقص اثنين، طلعتها طلعت الA والB والC، أجي أعوضها هنا، زين طلع لي هذا. هسه هنا أقدر أخذ اللابلاس إنفيس، لين كانت صارت أسهل بهواية، صارت أسهل من 3S زائد 1 على S ناقص 1، يعني أقدر يعني قدرت أجزئها، صارت لي أسهل من قبل. هسه هنا ايش راح اسوي؟ حجزئ اللابلاس، اوزع اللابلاس انفيرس على ال يعني على ال شو اسمه على الحدود، راح يصير هنا اثنين كونستانت تطلع برا، فحصير اللابلاس انفيرس للواحد على اس ناقص واحد، هذا من هو؟ هذا هو الاي تو ذا تي ناقص الاثنين، هم اعتبرها كونستانت، فحصير لابلاس انفيرس للاس على اس تربيع زائد واحد، هذا من هو؟ هذا كوساين التي، ولابلاس انفيرس للواحد على اس تربيع زائد واحد هو ساين التي. شكرا جزيلا.